بقى الموضوع الكيس اللي نفسي يجي وما جاش بقاله سنين، بريماتشور رابشر اوف ميمري، واللي يقول بروم راح الامتحان. ده في الامتحان تقول له بروم، يقول لك يعني بروم انا اقولها، نايد يقولها، انت لا، زي تهبسه كده. خلاص اوعى تقول كلمه بروم، انت تقول كده بريماتشور رابشر اوف ميمري او انتي بارتم رابشر اوف ميمري. ايه الفرق بين بريماتشور وانتي بارتم؟ بريماتشور يعني قبل الايه؟ اللي هو كام اسبوع؟ 36. يبقى بري ماتشور ديت قبل البري تيرم. طيب انتي بارتم يعني قبل ايه؟ الاونست اوف ليبر. هو امتى الكيس بيفرقع بالظبط؟ ده اللي مذاكر نورمال ليبر. بيفرقع في وقت معين. في السكند ليبر. راس البيبي 9 ونص صح؟ 9 ونص. والسرفايكال دايليتيشن فول دايليتيشن كام؟ 10. يعني انت قصدك تقول اما تبقى العاده فولي دايليتد بيبقى في سنتي فرق او نص سنتي بين راس البيبي وايه؟ والدايركت، فيبتدي البريشر من الهايند ووتر ينزل على فوق ويحصل رابشر اوف. يبقى ايه الكومنست تايم اللي بيحصل فيه رابشر اوف ميمري؟ تقول له سكند ستيج في الكشك. لدرجه في واحد عندنا كان عينيه خضراء، ها؟ ده مسافر دلوقتي مش موجود، كان عايز يشوف الممبرين وهو بيفرقع. هو ده بيعمل كده وبيشوف الممبرين وهو بيفرقع. الممبرين جه عليه وما خضرش من الميكونيا، لا هو عينيه خضراء اصلا. هو سافر بره، والله الراجل ده مش هنساه ابدا، يعني ليه مواقف جميله، بيحب يشوف كل حاجه بعينيه. شاف الميكونيا وقع عليه بقى ستور بتاع البيبي، يبقى ما تنساش هنا ان الانتي بارتم قبل الانست، البريماتشور قبل البريتر، نسبته 10% تتحفظ بقى. كل 100 واحده جايه العياده او الاستقبال 10 عندهم رابشر في مان. ايه الكومن سكوز؟ ايديوباثيك. زي مين؟ لسه قايلين بولي هيدرامز. يبقى الكومنست كوز از ايديوباث. هو بيقول لك غالبا ان القوه على الممبرين زادت فما استحملش فايه؟ فرقعه. الاسباب من تحت لفوق. استاذ دكتور قاسم هيسمع نشوف كده مع بعض. ذا كومنست كوز اهو اسندنج انفكشن. يعني ايه؟ يعني اذا لقيت سبب بقى ان في انفكشن طلع كان في الممبرين طلع مواد اسمها بروستا جلاندز ابتدى اليوترين كونتراكشن. يبقى ده كوما. عشان كده بخاف من جدا الالتهابات في اخر الحمل. او لا اعمل لي تحليل بول عشان يكون عندها يو تي اي، او لا في افرازات بتنزل عليك. اصل في ناس يقول لك ما عادي، ما الافرازات المونيليا عادي. يعني تعرفين المونيليا دي كانديدا بتظهر مع الحمل كلهم، كلهم عندهم جبنه قريش كده تقعد تهرش. اسيبها لها هتاكل فين؟ في الممبرين ويحصل رابشر اوف. يبقى اول كومن استوكوز اذا وجد يبقى ايه؟ اسيد. اثنين خدان سرفايكال انكومتنس. ايه قصه واحد ومراته قاعدين قدام التلفزيون مره واحده القرن طش ليه؟ لكن كان كيس على الهواء. مفيش ترابيزه ليها مين؟ سبب. يبقى اول كلمه عندها رابشر اوف ميمبر. اطلع بولي ايه؟ طبعا بولي البيبيهات عايمين فوق، مفيش سدانه، البريشر جوه الكيس كتير هيفرقع. اطلع مال ايه دول؟ برزنتيشن لازم بريتش. هل البطن دي هتسد الطريق؟ لا طريق. امال توينز هتلاقي ده نايم بالعرض وده فوقيه. يبقى توينز، يبقى نمسكهم من تحت لفوق. واحد اسيندنج انفكشن، اثنين سيرفايكال انكومس، ثلاثة بولي هيدرامز، أربعة توينز أو وسموكينج عشان الشيب. شرب السجاير ليه بيعمل بريماتشور رابشر ميمبرين؟ اتعرف السبب. بيقلل الزنك، والزنك داخل في تركيب الممبرين. كده السموكينج عمل إيه في المنهج لغاية دلوقتي؟ كانسر؟ لا لا سيبك من الكانسر، احنا بنتكلم اوبستاتيك. النهارده اوبستاتيك ولادة. عمل ايه في الحمل؟ ابورشن. عمل اكسيدنتال هامرج. اه مكتوب هناك سموكينج، اللي افتحها هتلاقيه. وهنا سموكينج. طبعا كان مكتوب زمان في الاكتوبيك خلاص، بس حاليا كفايه الثلاثه دول. يبقى واحد خدناه في الابورشن عشان شيء، اثنين خدناه في الاكسيدنتال هامرج عشان بيعلي الضغط، ثلاثه اهو في الرابشر اوف ميمبرين. بقول له السبب، بيقلل الزنك اللي داخل في تكوين مين؟ الممبرين. تقدر تقول لي الاسباب؟ غلط. The commonest cause is idiopathic. عشان كده همسح فركز بقى. The commonest cause is ايه؟ امسك من تحت لفوق كده. تمام. نيجي على diagnosis. هجي لك الحلقه ايه بقى؟ الحلقه هيجي يقول لك صدم جش. تسمع يعني ايه؟ يقول لك الميه دفقت. تقول لك كده يعني ايه دفقت؟ نزلت ميه. مش تقول لي بقى شويه ميه نازله عليا، مش حاجه اسمها كده. اصل شويه ميه دي ممكن يبقى بول،
شويه ميه دي ممكن تبقى فاجينا ديسشارج. عشان كده النهارده عايزين نفرق بين الثلاثه، ميه وديسشارج ويورين. هنشوف عشان اوصل للدايجنوز. العالم بيقول لك الميه دفعت غرقت رجلي والارض او السجاده اذا كانت واقفه عليها، فالمهم لازم تغرق رجليها، يقول لك نازله على رجليا كده. وبعد كده بقى في ايه؟ تركل. يعني ايه تركل؟ نقط بقى والسيل كده بينزل على رجليها. يبقى ما تنساش الكلينيكال بيكتشر بتاعتها لازم تقول لك جرش، ميه كتير. وانسى قالت لك كتير يبقى اكيد رعش. طب نفترض قالت لي ميه قليله، ازاي الفرق بينها وبين ديسشارج ويورين؟ جنرال ناثينج. ليه ناثينج؟ لازم افهم يعني ليه العينه بينزل عليها ميه ما يحصلهاش حاجه؟ بص ايه المشكله يعني؟ امتى تشتكي؟ اذا دخل ايه؟ انفكشن. يبقى نعوض ناثينج اكسبت اذا حصل ايه اللي هنشوفها دلوقتي؟ انفكشن. طيب ابدومينال اوليجو هيدرامنز هنلاقي الفاندل ليفل ايه؟ اقل ولوس اوف سيستيك. هكتبهم من هناك. ها سي بي 4 ده مش مرض، جيبهم. طيب لوكال هعمل هتلبس نو بي في في ثلاث مواضيع في المنهج وخلص. نو بي في في ثلاث مواضيع، احنا قلنا كل صوابعهم كده من كتر الفقر، حتى بنسلم على بعض كده. ها؟ يبقى ما تنساش البي في بقى اول نو بي في فيرجن ليه؟ تتجوزها. ها؟ ثاني بي في بلاش في البلاسنتا بريفي هتلبس هتفصلها. اخر بي في اهي هتدخل انفكشن. يبقى نو بي في ليه؟ عشان هدخل. امال اعمل ايه؟ اجيب سبيكولوم اللي هو المنظار مش موجود، انتوا عارفينه الريتورت اللي بيفتح ويقفل ده كسر. بجيب سبيكولوم بس لازم يبقى دراي وستيرايل. حد يقول لي ليه دراي؟ يعني ليه بحط الجل وانا بدخله؟ يا جماعه في فلويد هيقع عليه، انا عايز اخده عشان احلله، هل بول؟ هل ديستشارج؟ هل يورين؟ يبقى ليه باخده دراي؟ عشان هحلل الفلويد اللي هيقع عليه. طيب ليه ستيرايل؟ عشان ما ادخلش لازم طلع من الاوتوكلاف. يعني قصدي اقول شروطي دراي ستيرايل سبيكولوم، هلاقي ايه بقى؟ ادي عنق الرحم والفلويد خارج من جوه، يبقى ده اكيد ايه؟ امنيتك فلويد. لان اذا كان بول مش هلاقي ده. طب انت فاكر في العيان الحامل هتشوف السيرفس بسهوله؟ انت عارفين الفاجينا في الحمل بتبقى ايه؟ ريدندنت كده، تيجي تحط كتف ها؟ تيجي تبص مش شايف حاجه، وحتى اذا حطيت نور والعيانه صاحيه لا يمكن اعمل اتراكشن اكتر، فصعب برضه. يعني دي اول تيست اذا شفت يبقى كويس، اللي هو ايه؟ اسمه بول تيست. ان ايه؟ الفلويد بيقع فين؟ في البوستيريور فورنكس بتاع العيان. قال له شايفه خارج منين؟ طب نفترض ما عرفتش اشوفه، اعمل ايه؟ اطلع بالسبيكولوم، اعمل تيست للفلويد ده. نفترض لقيته الكلاين. خلاص ده غالبا ايه؟ عمليه الفلويد. طب اسيدك. يبقى اليورين او انفكشن. بس في بعض الاحيان على فكره اليورين بيبقى الكلاين بتكون واخده حاجه. في بعض الاحيان الدسشارج بيبقى الكلاين، يعني ده بيخلص كل الكلام ده سجستيف. فانا بعمل حاجه اسمها نايتريز، اسمها ورقه عباد الشمس، مش عارف تعرفوها ولا لا. بتجيب ورقه عباد الشمس واحطها في النقطه دي، عندنا موجوده هنا في القصر العيني، تلاقي نايب جايب معاه بكره كده عامل زي السوليتير. فيها ورقه يشدها تطلع طرف الايه؟ اللي بعدها، عارفين زي بتاعت الكلينكس لما بتشد وبتلاقي يعني ايه كده. فانت هتشيل ورقه تحطها تلاقي الورقه اللي بعديها، اسمها نيترازين بيبر تيست، اسمها كده نيترازين بيبر. راحوا مسميينها نيترازين بوزيتيف، بيحبوها كده. يعني اذا لقيت طلع بلو يبقى ده غالبا ايه؟ الكلام. طيب فيرمينج هياخد عينه من الفلويد واسيبها تنشف. اذا لقيت الشكل الجميل ده خدناه ايه ده؟ اللي هو بالم ليف، فاكرينه؟ البالم ليف ده هو غالبا سيرفايكال ميوسين، يبقى ده اكيد جاي منين؟ من جوه. بس ده برضه مش دايجنوستيك على فكره. اجمل حاجه ده بقى اللي مش مكتوب اسمه فايبرونكتين. ده ايه الفايبرونكتين ده؟ ده بيطلع من الممبرين. يعني ايه؟ يعني ده موجود في الابيثيليال بتاع الممبرين، ده بروتين. يوم ما الابيثيليال بتاع الممبرين ده يتقطع يبتدي الفايبرونكتين يظهر في الامنيتك فلويد. على فكره ده دايجنوستيك ويعرفك يعني بري تيرم ولا لا المره الجايه. يعني ده جود ماركر فور بريماتشور ابشر اوف ميمبرين في الشفوي، هتقول له فايبرونيك. بس اذا عملت دول ولقيتهم كلهم باينين، يعني لقيت الميه خارجه من عنق الرحم ولقيته طلع الكلاين ولقيت بوست الفيرم، يبقى غالبا ايه؟ امنيتك فلويد. يعني ما محتاجش اعمل ده عشان غالي، اسمه فايبرونيكتين. بشوف ده ماركر موجود بيطلع من الابيثي او الاندوثيليوم لايننج اوف ميمبرين. يوم ما يقطع يظهر في الامنيتك فلويد. ده اكيد مش بول، ده اكيد مش ديسشارج. يبقى الوحيد الدياجنوستيك ده وتسيبه في الاخر.
طيب انفستيجيشن، هل محتاجه الترا ساوند؟ طب عشان اشوف كميه ايه؟ الميه اللي انت عندك امل الكيس يقفل تاني؟ لا بيحصل، هقول اهو ان بي طب اسم كتابها اخير. سام تايمز هايند ووتر رابشر، يعني ان مش الفور ووتر من فوق خرب من فوق الكيس ويقفل تاني ويعبي ميه تانية، بتحصل شفناها كتير. ازاي بقى؟ اللي مش فاهمها ايه؟ ادي الرحم بتاع العيان او ادي الرحم وادي الممبرين اهو وادي راس البيبي وادي جسمه وادي ايديه ورجليه. فين هنا هايند ووتر؟ اهو ده اسمه هايند ووتر. وفين هنا فور ووتر؟ اهو. وربنا حاطط سداده اللي هي ايه؟ راس البيبي منع من البريشر فوق ينزل تحت. طب نفترض الكيس ده فرقع من هنا، الميه هتطلع كده وتنزل، فهمتوا؟ ده بقى عرضه ان ممكن بعد شويه يحصل فيه هيلينج. يبقى امتى يحصل هيلينج؟ مش فور ووتر، امال ايه؟ هايند ووتر. بتحصل والله، الاقي الكيس فرقع من فوق مش من تحت، حته فيك فيري ويك، الانفكشن طلع فرقعها والميه نازله وانت فاكر انها نازله من تحت، هي نازله منين؟ من فوق. يبقى اذا العيانه جات لك تابعها بالالترا ساوند. ليه؟ احتمال يقفل واحتمال تكمل. لان امتى اعمل ترمينيشن؟ اذا ما لقيتش بقى ميه خالص. قبل كام اسبوع احنا قلنا؟ 28. تعال بقى نشوف الكومبليكيشن. طبعا تحليل. ايه المشاكل اللي ممكن تحصل في البريماتشور رابشر ميمبرين؟ اول مصيبه كوريو اميونايتس، دي اعملها بالاصفر كده، دي كيس. ها؟ كوريو هقول لك علاجها وكل الكتاب اسم كاتبها في حتت كده متفرقه، احنا مجمعينها. اسمها كوريو اميونايتس يعني انفلاميشن، انفكشن ده، ودي مصيبه. بوست بارتم اندوميترايتس اللي هي بيربر سيبسس اللي هتبتدي دلوقتي. يعني العيانه بعد الولاده طالما دخل انفكشن قبل يبقى هيكمل بعده يعمل ايه؟ بيربرال سيبسس. بلاسنتال ابراكشن، ليه؟ احنا قلنا البالونه فسد. المشيمه تنفصل. نيجي للبيبي بقى. كومبليكيشن اوف بريماتشورتي سي ليتر، هناخدها المره الجايه. اوليجو هيدرامنيوس سي بي 4، حد يقدر يقول لي ايه كومبليكيشن اوف اوليجو هيدرامنيوس؟ خدناها النهارده، كانوا ثلاثه في الفيتس. لا اما يحصل له ايه؟ ديفورمتيز في الفيس او في الليم في التني او يجي له في الحمل، لازم في الحمل لسه، ما بلاش تقلب على طول على الليبر. يعني خليك مرتب، في الحمل ممكن يحصل ايه كمان؟ بالمونري هايبوبليزيا اذا حصل بريماتشور قبل كام؟ 28 اسبوع. بعد الولاده بقى واثناء الولاده يحصل كومبريشن لمين؟ امبلاكل بول. تكتب ارجع بقى دي يعني ايه كوريو اميونايتس؟ طلع ان الممبرين بتاع البيبي بيتكون من تو لاير. اللاير البرانيه اسمها كوريون، اللاير الجوانيه اسمها امنيون، وده مكتوب في اول كتاب الاسم. يقول لك الممبرين بيتكون من كوريون وامنيون تو لاير. السؤال بقى لما يجي انفكشن اسميه كوريو ايه بقى؟ امنيون. يبقى بقول لك يعني ايه كوريو امنيونايتس؟ تقول له انفلاميشن اوف ممبرين ايه بقى؟ كوريون اند امنيون. ليه ده مصيبه؟ ان شاء الله هتموت من سيبتك شوك وهو هيموت من نيمونيا البيبي. يعني كده فقدنا الام والبيبي. اكتر اورجانيزم بيدخل اسمه جيبس، انا بسميه كده. ايه الجيبس ده؟ هنشوفه النهارده. جروب اي بي تايموليتك ستريبتوكوكاي، فظيع. تلاقي واحده راحت لواحده كده وهي حامل بتزورها عندها برد. على فكره البرد ده دروبلت انفكشن بيطلع ويدخل في العين عشان الاميونتي في الحمل اخبار ايه؟ بس طول ما في ممبرين هل هيدخل لها؟ يوم ما الكيس يفرقع فرصه لا يدخل. يبقى اول فاكتور خلى الجيبس ده يدخل هو جروب اي بي ده مدمر ويروح على الدم ويعمل سبتسيميا. يبقى طلع ان اي واحده حامل عندها رابشر في ميمبرين، مفيش واحده عندها كحه تطلق. واحده والده بعد الولاده تلاقي العيالها بيكحوا يلا نروح نزورها، ها هي عارفه ان الاميونتي واطيه ممكن يجي لها بايبر سيبسس. يبقى الاورجانيزم جيبس الهازارد، الام يحصل لها البيبي يحصل له نيمونيا، التهاب رئوي الموت مش مكمل. نيجي للدايجنوز، ازاي اكتشف ان عندها كوليومنايتس في الحال؟ هيقول لك هيستوري اوف بريماتشور رابشر اوف ميمبرين بلس تمبريتشر فوق كام درجة؟ 38. هتقول طب ما ممكن تكون سخنت عشان حاجة تانية خالص. لوز نكمل. هلاقي تاكي كارديا، طب ما انتوا عارفين كل درجة حرارة بتزود النبض كام؟ 10. لغاية دلوقتي مفيش حاجة سبيسيفيك. اضغط على بطنها خراج يوتراين ايه؟
تندر اتحصى من تحت بينزل صديد يلوي شوفين سلفاشان الشر كده يبقى اكيد كوليو امنايتس. يبقى انا ازاي احلف انها كوليو امنايتس الاربعه مع بعض؟ درجه الحراره فوق 38 وعندها جنرال تاكي وكارثر. افحص بطنها تلاقيها بتصوت. افحص من تحت وانت طالع هتلاقي ايه؟ فص. او هي تقول لك نزل عليا يلوش ها؟ فاجينال ديشارج. وانس كوليو امنينايتس اكمل ولا لا؟ هل اكمل ولا لا؟ عشان الام تموت خلاص؟ عشان البيبي يموت؟ طبعا وانس دايجنوزد وانس ترمينيت ده انا بهدل. ده انا بقيسها بحاجه اسمها سيري اكتف ايه؟ بروتين. على فكره اجمل حاجه سيري اكتف، حد يعرف ده بيعرف ازاي الانفكشن؟ بيبريدكت الانفكشن. يعني قبل ما العيان يجي له انفكشن ونوصلها للسبتسينيا هلاقيه بيقلب من نيجاتيف الى والاقي التتر بتاعه كل شويه ايه؟ بيعمل ان دي. يبقى السيري اكتف بروتين اذا شفت من نيجاتيف لبوزيتيف لوكوسايتس. بس مشكله في الحمل ان اللوكوسايتس ايه؟ نورمال زايده. خلاص؟ يعني هتلاقيها زايده هتخدعك. يبقى الاجمل مين؟ سيري اكتف بروتين. حد شاطر يقول لي التريتمنت. خدناه في موضوع. تريتمنت لاي انفكشن في المنهج. خدناه في السبتك ايه؟ ابورشن. تمام ده شايفها بالعكس جنرال ميديكال سيرجن. ها؟ انت سابع انت عايز الاخير الاخر. بعد السبتك حاجه اسمها ايه؟ لسه قايل لنا البوليو امنيونايتس. حاجه هاخدها دلوقتي بيربرال سيبسيس. كلهم علاج واحد. سالبين جايتس الانفكشن. بايلونيفرايتس فين؟ في الميديكال ديس اوردر. اخر حاجه بوست بارتم او بوست اوبرتيف انفكشن. يعني واحد جه يقول لك واحده عملت هيستريكتومي تفتكر هتعالجها ازاي اذا حصل انفكشن؟ واحده عملت كلاسيكال ريبير حصل لها انفكشن. ايه هم بقى العلاج؟ كنا بنقسمه جنرال ميديكال اللي بتغير مين؟ سيرجن. ده متغير. جنرال كان ريست ودايت وابزرفيشن. كنت قاعد العين فاضي اسمه فاضي انا براجعه بسرعه وهنقول دلوقتي الدايت لايت دايت واكسس فلويد. اقيس الفايتال ساينز خاصه اليورين عشان سبتك شوك. ميديكال ثلاثه ايه؟ انتي بايوتيك انتي بايوتيك انالجيزيك انتي بايوتيك انتي بايوتيك وقومهم بثلاثه. نبتدي من الثاني برضه خلاص؟ عندنا انت فيك حاجه امبيسيلين جارامايسين فلاجين اللي هو الميتريدازول. لازم امشي بالترتيب. بعد كده المتغير هنا اكتب ترمينيشن اوف ايه؟ بس يبقى انت كده خلصت التريتمنت اوف كوريو امنيونايتس. هو هو اللي هناخده النهارده في البيربرال سيبسس بس هغير دي ان انا هاني على حق. هتيجي تقول لي ما هو مش مكتوب. ايوه ما انت واخده في كذا موضوع. يعني انت اذا جالك موضوع كوريو امنيونايتس حوله ايه؟ جنرال وميديكال وسيرجيكال. اعمل ترمينيشن ولد العينه بسرعه. جالي بقى حاله. انت هيجي لك الحاله بالشكل ده. يا اما الكيس فلع قبل كام اسبوع. يا اما بقى حد يقول لي ده الايجو في ايه ده؟ ماتيوريتي. لان قبل 36 لسه بري ماتيور. بعد 36 بقى ايه؟ ماتيور. تعال بقى نشوف. تفتكر اما تجي لك واحده 32 31 وكيس فلع هل اترمينيت ولا اكمل؟ انا عايز اكمل عشان اوصله لايه؟ ماشي. طب اذا لقيته بعد 36 وفعلا عم استني ايه مش فاكر. يبقى اعمل ايه؟ يبقى الاكتف تريتمنت بعمله في مين اللي متلون قدامك ده؟ اكتر من 36. امال الكونزرفتيف اقل من ايه؟ تعالوا نشوف اقل. جات لك عيانه بتقول لك انا 32 اسبوع حصل رابشر في مانجا. هقول لها حطي باد نظيفه وتقعد تعمل بقى كل شويه تبتدي تشوفها. غرقت ولا لا؟ تيجي تقول لك اه دي غرقت نقطه دي نقطتين لا ده زياده. بشوف كميه المايه اللي بتنزل منها. واديها انتي ايه؟ بايوتيك امبيسيلين او اريثرومايسين. واديها كورتيزون ليه؟ عشان لونج ماتيورتي. لان بيبي اذا اتولد النهارده ممكن يطلع بروستاجلاندين. اذا اتولد ما يحتاجش حضانه. حد يقول لي ليه ما اديش نوكوليتيك؟ وممكن يجيب لك في الامتحان تقول لي كلهم ينفعوا ما عدا واحده رابشر عند 32. ليه ما اديش توكوليتيك؟ يعني ايه توكوليتيك؟ حاجه تريح مين؟ عشان ما تبردش قبل معاها. انت عارف اذا اديتها توكوليتيك وحصل كوريو امينايتس هتبقى عملت سجن من الباس اسمه بريزون اوف ايه؟ باس. العيال دي هيجي لها ست سنين مش عارف اولدها. يعني مش عارف اعمل فيها حاجه. يبقى كونترا انديكيتد ايه بكتب هنا؟ نو توكوليت. اوعى حد يديها.
العيانه دي هديها امبيسلين، هديها كورتيزون وراقبها واشوف الميه بتاعتها. جالها طلق بتاع ربنا. ما جالهاش اهو انا مكمل. طيب امتى انهي بقى؟ يعني افترض انا حاجزها اهو في مستشفى او في بيتها وبتاخد مضادات حيويه وعندها ربشه في مابل. امتى اقول لها تعالي حنيه؟ واحد ظهر انفكشن يبقى ايه؟ او وصلت كام اسبوع؟ 36 او جالها طلق. احنا قلنا تو كوليتك از ايه؟ وعشان كده الترس ما كتبهاش، بس هيسالك هل ممكن استخدمها الاجابه؟ لا. طيب هنا هعمل ترمينيشن. الترس كده حاجه غريبه. اذا كان عنق الرحم طري يعني فيفربل خلاص والد طبيعي، بس استنى 24 ساعه. ليه؟ يعني ليه ما ابتديتش النهارده طبيعي؟ ليه استنى 24 اورز يوم؟ هتاخدوها في الاطفال دي. البيبي السرفكتن بيتكون ازاي؟ بتاع اللنج من الاستريس. انا اذا سبته 24 ساعه مفيش ميه حواليه خلاص البيبي ده هيكون سرفكتنت اكتر. اجي احط اولده مش هيحتاج ايه؟ حضانه. يبقى انا ليه بستنى 24 ساعه؟ طلق ربنا احلى، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه استيميوليت سرفكتنت فورميشن من الاستريس. البيبي قاعد في اوضه ما فيهاش ميه، يا ما تنساش ان هو دي مهمه قوي. 12 ل 24 او قيصريه برضه بعد 24 ساعه. انا ممكن عشان ايه؟ عشان البيبي ده ينزل لي ماتيور متاكد. ما ممكن يكون بعد 36 وايه برضه؟ يحتاج حضانه، لا مش عايز يحتاج حضانه. هستنى 24 ساعه قبل ما جات لي عيانه 30 اسبوع انهي ولا اكمل؟ ورابشر في ممبر اكمل. طب جات لي عيانه 24 اسبوع ليه؟ عشان قبل 28 اسبوع بيحصل بالموناري هايبوبليزي. يبقى انت هتنهي قبل 28 اسبوع، بس بعد كده من 28 ل 36 هتعمل ايه؟ كونزرفتيف. بعد 36 بتعمل ترمينيشن. هنريح دقيقتين ونكمل. الامتحان انت جبته يا كريم؟